الله حلو قوي الجهاز ده يا بيبي. انت عارف ده بقى يخليني افضل محافظه على رشاقتي طول العمر. ورخيص على فكره يا فواز مش غالي. طب تغير لنا البتاع ده بقى عشان تصدقني. استنى ونبي يا حبيبي شويه. بيبي بقول لك ايه؟ ما تشتري اللاصقه السحريه. لاصقه ايه يا اختي؟ سحريه يا حبيبي. سحريه؟ وانتي ناقصه سحر يا حبيبتي. ما انتي سحريني اهو. شفتي الاعلانات بتاعتني؟ شفتها بس بصراحه ما عجبتنيش. البلد بلدي قوي. وماله البلد؟ وحش البلد؟ مش وحش. يا ريت مالك محلاوه كده النهارده. يعني انا طول عمري حلو بس انت اللي مش واخد بالك من الزحمه اللي حواليك. سيبك من الزحمه تعالي قربي. وحشتك؟ قوي. قد ايه؟ لا اخلصي كده الفجر اهي. حاضر يا راجل. تعالي بس. بس بقى ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقتي؟ عليا النعمه دي واحده من القرشانات اللي بره عايزين يبوظوا ليلتي. الو هما؟ الو اي ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ في ايه؟ ليله سودة. في ليله سودة. انا جاي دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ليلتك يا سميحة. مالها؟ مصيبه. لو النبي حد يا فواز. ردي يا زفت يا شحاتة. يا لهوي يا خرشي قوم غضبان. قوم قوم. ده انت ليله اهلك سودا مش مقديه النهارده. قوم قبل ما اقوم عيالتك وشوفي بيكلمك في ساعه زي دي. قوم. ايه في ايه في ليلتك السودا دي؟ تعبك يا سيرين واقع. وريني وريني الزوجه التانيه. يا خبر اسود. هو سيب بعقلك انا هوريك كل الالوان. يا وليا يا وليا يا وليا يا وليا اهدي شويه اهدي شويه وانا افهمك. فهمني ايه؟ ها زوجه تانيه يا عره يا عره. طب ما تشاطر على الاولانيه الاول. ها افصلي شويه يا لودي بتتصل تاني. استني اللي بشوف عايزه ايه. الو. ايوه يا شحات. ايوه السميحة. وكمان بتردها صوت. خير تحت امرك. في مصيبه يا شحات. مصيبه ايه؟ قطه الطيران دي بدل ما اكلك بسناني. هو في ايه؟ ما تسكت اللي جنبك دول. لا 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 مفيش حاجه. دي خناقه في الشارع. ما انت عارفه العيال بتوع التوك توك. هو في حاجه؟ في مصيبه يا بجم. هو انت مش عارف حاجه ولا ايه؟ ها؟ لا لا ما اعرفش. اصل انا كنت نايم. طيب طيب هشوف واكلم حضرتك. مع الف سلامه. يا وليا حرام عليكي. انا رايي انك تتشاهد وتنام على جنبك اليمين علشان موتك تبقى شارق. هو بقى بس هو بقى في سرير عشان انام على جنب اليمين. يا وليا عايز اقول لك دي الست سميحه مرات الحاج فواز. وكاتبها الزوجه الثانيه. هي رقمها كده. اعمل ايه؟ غبي غبي يعني. ايه يا اختي؟ قال لك المخزن حصل له حاجه؟ مخزن ايه؟ هو دريان بحاجه؟ راجل مش عارف اي حاجه اصلا وفي سابع نومه. ما يمكن يا اختي ما يعرفش. ما هو قال كده برضه. انا بدا الفار يلعب في عبي. ما هي بصراحه حاجه تمخل. معلش يا اختي الغايب حكيته معايا. ما هو احنا لو عرفنا مين اللي كلمه هنعرف فيه ايه. السلام عليكم ورحمه الله. فواز خير؟ ايه اللي حصل؟ كنا عن ناس اصحابنا واحنا راجعين سياره تحشت علينا. مايا ما عرفت تصرف. لقينا حالنا فايتين بشجرة صارت السيارة مثل العجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تخلي بالك. ألف سلامة عليكي. أنت شكلك كده عايزة تشوفي غلاوتك عندنا. الله يسلمك. رح جيب لك شي تشربه. تسلم. شكرا. كنت مراهنة نفسي أنك رح تجي بسرعة. وهو أنا أقدر أتأخر عليكي في حاجة زي كده؟ ليش ما بتعرف أنه أنت السبب؟ إزاي؟ سرحت بكلامك الحلو ونسيت نفسي أنا وسيئة. لا ماليش حق كده. أنا كده غلطان. ما قد ما بتضلك تنق على عرس هيتنا رح نتأخر غصب عنا. لسه بدري قوي على الفرح. وعلى ما يجي هتكوني بقيتي زي الفل. دكتور قال لي حتى أبقى جمعة بالتخت وأبقى أتحرك بعدين نتفة 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 نتفة. ده أنت تتحركي براحتك خالص. ف...
تفضل يا فواز، بنريقك قبل الأذان. لا كتر خيرك، متشكر قوي، أنا لازم أمشي على طول، ما يصحش أقعد بقى في وقت متأخر كده. بيا ما لحق يخلص شغله، وقال رح يجي بعد بكرة، لأنه ما عنده غيرها، أنت بتعرف. لا براحته خالص، وأي حاجة تحتاجوها لحد ما يجي أنا موجود. العربية خلص راحت للكسر. فداكي، فداكي ألف عربية. بسيطة، هيك هيك كان بدك تغيري. هينا رح نقضيها بالتاكسي، لكن إجا البابا وشاف لنا شي حل. تاكسي وأنا موجود برضو. على ما تخفي وتقومي بالسلامة إن شاء الله هتكون أجدع وأشيك وأحلى عربية موجودة قدام الباب تحت، ومعاها أجدع سواق. إحنا ما عندناش حريم بتسوق هنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا، دي أقل حاجة نقدمها لست الكل. بعدين أنت مش قلتي إن أنا السبب؟ خلاص، من أتلف شيء عليه إصلاحه. أنت بتجنن يا فواز، بس هيك كتير يا فواز. كله بما يرضي الله. يا زينب! مخرب بيت مخرب! يا بنت يا زينب! أيوة يا ست جاية! يا بنت! عاملة لك شنطة هدوم كده. غسيل تاني! يا بنت لأ! دي هدوم علشانك، ما تنسيش تبقي تطلعي تاخديه. ياخد عدوك ربنا، يا رب يخليك ويكتب لك السعد والهنا يا حبيبتي يا ستي، ديك على قد نيتك. يا أختي يا رب يسمع منك يا رب. ده أنا اللي هسمع بيكي الخلق ولم عليك أمي لا إله إلا الله يا نار. ده أنا تضربي لي ليلتي؟ يا بنتي يا جزمة، في عيال في البيت عيب نسمعهم فضايحهم. استهدي بالله يا ستي، ما ينفعش، مش أصول اللي بتقوليه ده. اطلعي منها يا أختي، أنت مفيش دعوة، خليها تعمر. وديها لأهلك، بتتحشي في اللي مالكيش فيه ليه؟ أما أنت صحيح غريبة، جوز دراري وماسكين في بعض، أنت إيه اللي حصلت في النص؟ لا أنتوا الاتنين، ده أنتوا عيلة تشيل، ربنا إيه؟ ربنا ياخدك يا شيخة. يخرب بيتك، عاجبك الفضايح اللي أنت بتعملي لنا في البيت دي؟ وأنت يا أختي يعني عاجبك إنك تضربي لي ليلتي؟ يا أختي هو مش كان عندك وهج منك؟ لا يا حبيبتي، المفروض لما يرجع يبات عندي. والله كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. لا يا حبيبتي، ده أنت اللي طماعة وعايزة تجوشي على كل حاجة. مش كفاية يا ولية إن أنت عمالة تدحلبي له لحد ما بقيتي سره؟ عايزة إيه تاني يا أنهار؟ يا أختي أنا مش عايزة حاجة، أنت اللي طالعة لي زي المدفع، أنت اللي جاية بتقول الشكل للبيع. ماشي يا أنهار، طب قوليلي ما قالكيش هو كان فين؟ ايه اللي حصل عشان يتنفض ويسيبنا ويمشي، ومين اللي كلمه؟ يا دي النيلة يا بنت، انا مش قلتلك البضاعة كانت هتتسرق؟ والحمد لله ما حصلش. طب لما هو الحمد لله ما حصلش ما رجعش في حضني ليه يا حبيبتي؟ ابقي لما يرجع اسأليه يا غلوية. حياتي عامل ايه؟ انا كويسة قوي. لا يا حبيبي انت براحتك، الله روح تيجي اللي انت عايزه. اطلب منك طلب يا حاج، عايزه اروح لامي بعد الفطار اقعد معاها شويه. ممكن يا اختي؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ايوه برافو يا حبيبتي. طب لو جمعنا بقى ده مع ده هيطلع كام؟ 50 يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي، برافو برافو يا اختي. انت على طول نايمه على ودانك كده ومش حاسه بالدنيا؟ في ايه يا سميحه؟ مالك صوتك عالي كده ليه؟ في ان الهنم اللي تحت فاكره نفسها الزوجه الوحيده الفواز بيه، والباقي سلطه. طب قومي يا حبيبتي، قومي ادخلي اوضتك يلا. انهار عملت ايه تاني يا سميحه؟ عملها اسود ومنيل بستين نيله، طماعه يا سميحه. انت كل شويه تعملي مشكله في البيت، وامبارح يا اختي كنت هتخلينا نخرب بيتنا بايدينا بشك كده يا اختي اللي ملوش اي لازمه. والحمد لله زي ما انهار قالت، ازمه يا اختي في شغل، دلوقتي عايزه توقعينا في بعض؟ هترتاحي يا اختي لما البيت يولع؟ بكره يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميكي في الشارع زي غيرك هتقولي سميحه قالت، ساعتها بس هتقولي متشكرين قوي لك يا سميح. طلقني؟ انا كان قلبي حاسس. على فكره الحاجة هيفطر النهارده عند اخته حيه. يا ساتر يا رب، شفتي عايزه تفرتني ازاي؟ يا رب يا اختي تموتي بقهرتك واخلص وارتاح منها. هو قال لك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي، هو بيقول حاجه لحد غيرها؟ احنا فين وانت فين؟ اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. وسع يا عم وسع، اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. وسعه وسع، اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام على من اتبع الهدى. علي افضل الصلاه والسلام. الحمد لله على السلامه يا حاج. ازيك يا هنيه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حاج، كل حاجه جميله. اه
الله، حلو قوي جملة كل حاجة جميلة دي. بني آدم لما تبقى نفسه صافية وعينه حلوة بيشوف كل حاجة جميلة. الله جميل يحب الجمال يا حاج. على الله يا مدام هناء تكون العلاوة اللي صرفها لك الحاج بمناسبة عقد قرانك تكون أدت الغرض. طبعا طبعا يا حاج، كتر ألف خيرك. لو في أي بوسطة ولا أي حاجة بدخلها لي، إنما بعد صلاة الظهر. مبروك. طب الله يا حاج. شكرا يا عم عبده. شكرا لله يا بيه. عارف يا شحاته انت بتفكرني بيه؟ ايه يا حاج؟ بتفكرني بالمنبه اللي جنب ودني في كل اوض نومي. اكره رنته مع ان انا اللي ظابطه. يا حاج انا محسوبك ولحم كتافي من خيرك. يا عم احنا محاسيب ربنا. ها نمره اتنين طلبتك تاني؟ لا ما اتصلتش بعدها يا حاج. يا منجم يا مالك حلو. والعربيه؟ وصيت عليها زي ما امرتني. حلو. والسواق؟ جاهز ومستني اشاره سعادتك. على البركة، روح شوف بقى ورانا مواعيد ايه النهاردة. ما تأخذنيش يا حاج، هو حضرتك هتشتري العربية ال ال شحاتة ده ولا ايه؟ ده شحاتة اللي بيتكلم؟ ده شحاتة ده؟ يا شحاتة. روح يا شحاتة. حاضر. روح شوف ورانا يا ابني. حاضر يا حاج، حاضر. ألو، يا رب تكوني أحسن النهاردة. لا أنا في الشركة. لا أنا قاعد بطول النهاردة. لا طب بصي بصي هكلمك تاني بعدين. مع السلامة. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. قول مين وصل وهيموت عشان يشوفك. مين؟ صفات يونس. حلو. مين صفات يونس؟ يلا افتح بقى.